حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال النائب مثنى أمين إن مشكلة رواتب موظفي حكومة كردستان العراق قد تم حلها كون المحكمة الاتحادية ألزمت حكومتي بغداد وأربيل بتنفيذ قراراتها. وأضاف النائب مثنى أن المشكلة الحالية بين أربيل وبغداد هي مشكلة اعتماد حسابي الخاص بحكومة كردستان العراق، ما يعني أن أربيل هي من ستوزع الرواتب، أما حسابك الخاص ببغداد وأمام حسابك الخاص ببغداد، مشيرا إلى أنهم دعوا إلى دفع الراتب كالمعتاد وحل المشكلة بين حسابي وحسابك خلال الشهرين المقبلين. تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حاجز 1,100,000,000 دولار، معظمها ذهبت على شكل حوالات إلى خارج البلاد. وأوضح البنك أن مبيعاته ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وأن سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية بلغ 1,305 دنانير لكل دولار، بينما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1,310 دنانير لكل دولار. كشف مواطنون عن وجود عمليات استقطاع مخفية عند عملية تعبئة الوقود باستخدام الدفع الإلكتروني، وهو خلاف ما أعلنته وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية في أكثر من مناسبة. وأكد المواطنون أن وسط استلام مبلغ تعبئة الوقود يتضمن فارقاً ما بين الأموال قبل وبعد عملية الدفع الإلكتروني، أي أنه تم استقطاع عمولة إضافية غير المبلغ المذكور في الرسالة والوصل. وفي حال تم تطبيق الدفع الإلكتروني بالكامل على جميع المواطنين، فهذا يعني أن العمولات المأخوذة على البيع ستبلغ أكثر من 120 مليون دينار يومياً. شكى مواطنون في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى من غلاء أسعار المواد الغذائية خلال أيام شهر رمضان المبارك. وبحسب المواطنين فإن أسعار اللحوم ما تزال ب 18,000 دينار و 20,000 دينار للكيلوغرام الواحد لدى محال القصابة، ولم تنخفض رغم الوعود الحكومية بالسيطرة عليها مع إدخال المواشي المستوردة، مضيفين أن العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية استغلوا دخول شهر رمضان ورفعوا أسعار معظم المواد الغذائية دون رقيب أو حسيب. أكدت هيئة الإحصاء التركية بأن العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر شباط الماضي. قالت الهيئة إن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت بنسبة وصلت إلى نحو 45% في شباط الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، وأصبحت 1,846 منزلا، وحصلت إسطنبول على المرتبة الأولى ب 691 منزلا، تلتها أنطاليا ب 659 منزلا، ومن ثم جاءت مرسين ب 151 منزلا. ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع بعد هيمنة روسيا على شراء العقارات التركية. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايته الموجز الاقتصادي بأمان الله.